اتفاق الطائف لم ينقذ المؤسسات، واتفاق الدوحة لم يوصل البلاد إلى بر الأمان، فأين تكمن العقدة لإنقاذ لبنان؟ النزاع في المنطقة يشير إلى تقسيمها آجلاً أم عاجلاً، ولكن ما هي الآفاق السلبية للتقسيم؟ وهل الشعوب حاضرة؟ أين مسؤولية المثقف العربي والجامعات في زمن بروز الأصوليات؟ معالي الوزير أهلا بك. شكرا خليك. رح يكون محورنا الأول اتفاق الطائف والنظام السياسي في لبنان، وبشكل خاص أستند إلى ما ورد في كتابك الأخير لبنان ودولة المرجوة عن منشورات الجامعة اللبنانية قسم الدراسات السياسية. دكتور، بتقول حضرتك في هذا الكتاب أنه ما عندنا مشكلة نظام سياسي، ولا يجوز بعد طرح عبارة أي نظام سياسي نريد للبنان، في حين لا نستطيع أن نشكل حكومات. حكومة الحالية تعرف قديش جرى بذل جهود دولية من أجل تشكيلها وإبقائها على قيد الحياة. قانون انتخاب مش قادرين نعمل، انتخاب رئيس صرنا بالنهار 205 على الفراغ الرئاسي. كيف يمكنك أن تقول لا يمكن، لا يجوز طرح السؤال أي نظام سياسي نريد؟ السؤال المرفوض أي لبنان نريد، أي وطن نريد، بهذا المعنى ورد الجواب بمقدمة الدستور المنقول حرفيا عن اتفاق الطائف. أما النظام السياسي قابل للتعديل للتغيير. عندما أورد بالكتاب عن عبارة عن النظام السياسي أنه محدد في اتفاق الطائف، لكن هذا النظام برأيي ينطوي على مشكلة كبيرة. حضرتك بتقول سؤال مضلل، لماذا تعتبره سؤالا مضللا؟ لأنه حاول اتفاق الطائف الإجابة ونحن رفضنا. نحن قالنا اتفاق الطائف في خطة مرحلية لإلغاء الطائفية من كل الدولة، مش بس طائفية سياسية. المادة 95 بتحكي عن اثنين، بتحكي عن طائفية في المتن وإن كان العنوان طائفية سياسية. وفي عبارة كتير مهمة القليل الناس اللي بتذكروها، عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة في الفئة الأولى. اسمح لي هاي مرقتها لأنه لا يجوز تجاهلها. أي نظام سياسي في لبنان ورد في مقدمة الدستور طبيعة هذا النظام، لكن هذا النظام من جهة يقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين، ومن جهة أخرى يقسم الوظائف السياسية العليا بين الطوائف. والمؤسف أنه بعد اتفاق الطائف إلى الآن 25 سنة هبطنا بالطائفية إلى الحد الأدنى الأدنى، إلى الفئة الخامسة في الوظيفة العامة. هذا ما بس بخالف الدستور وبخالف اتفاق الطائف، بخالف حقوق الإنسان، بخالف الشرع العالمية لحقوق الإنسان، لأنه بيميز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني. وهذا أمر عندما وضع بالدستور عام 26 وضع بحالة مؤقتة، وكان الانتداب الفرنسي خجول في وضع هذه الصيغة. لا هلا بال 26 لما نحط هذا الموضوع كان الفرنسي ما بده اياه اصلا كمان، تماما، بس اللبنانيين وقتها تبعوا. عشان هيك قلت لك كان خجول، اقصد الطرف الفرنسي، لانه الطرف الفرنسي اللي عم يعلم الدوله الفرنسيه او الشعب الفرنسي ليبرتي وسيتوينتي ما معقول يكون مع توزيع طائفيه في لبنان. على كل حال قطع النظر عن هذا الموضوع، نحن عندنا مشكله نظام، نعم تبين أنه عندنا مشكلة نظام بعد الطائف، لأن الطائف لم ينفذ من جهة. من جهة تانية خلينا نفوت أكثر بالعمق، النظام السياسي هو حصيلة بنية اجتماعية. لعبنا بالبنية الاجتماعية لدرجة أنهكناها. برأيك السياسيين لعبوا فيها، ولا هي في الواقع أقوى من أنه يجري تجاوزها؟ وبالنهاية رغم السياسات الانصهارية
رح جاوب. ما عاد قدروا إلا ما يستجيبوا لهذا الأمر. رح جاوبك. قبل 75 جيلي أنا كان طالب في الجامعة اللبنانية، ما كان الوضع الطائفي والمذهبي بهذه الحدة أبدا، ما كان هيك، ولا كانت مؤسساتنا بهذه الضحالة، ولا كان الانتظام العام عم يتعطل وفي فيتو من كل طائفة من الطوائف الست الكبرى، ولا مرة كانت الطائفة الدرزية تحت زعامة واحدة، أو الطائفة الشيعية تحت زعامة واحدة، أو الطائفة السنية تحت زعامة واحدة. طبعا طوائف المسيحية دائما في عندها متعددة. الحقيقة كان ما في مشكلة بتركيب الحكومة أو بوضع قانون للانتخاب أو بوجود معارضة وموالاة في نفس الطائفة، وهذا أمر طبيعي وهيك لازم يكون لسبب بسيط. ما فيك تركب أي نظام سياسي على فيتو متبادل بين الطوائف. حتى النظام الفيدرالي اللي بيحكوا عنه ما بيركب بالوضع الراهن لسبب بسيط. فيدرالية بتقوم على ثلاث دعايم كبرى: سياسة خارجية موحدة والطوائف مختلفة عليها، سياسة دفاعية، سياسة دفاعية أو الأمن الوطني في خلاف كبير، في الحالة الثالثة المتفقين عليها العملة الوطنية الموحدة. ما بتكفي. فإذا الشغل اللي عم ينعمل هلأ مش لخلق، أنا برأيي، ميثاق جديد ولا تنفيذ الطائف. اللي عم ينعمل هلأ هو هدم للوطن والدولة. نعم. اسمح لي كمان ناقشك بفكرة تانية قلتها: لا يجوز طرح السؤال أي لبنان نريد. صحيح. ما بتعتقد كمان أيضا اليوم بات الموضوع مطروح أكثر من أي وقت آخر في حين السؤال طرحه الشيخ بيير قبل 40-50 سنة؟ لا، هون اسمح لي خالفك. هلأ ما بعرف عم تسألني، إذا مقتنع تفضل تناقش أنا وياك. أي لبنان نريد، وكأنه لبنان وجد هلأ سنة 20 أو سنة 1943 أو سنة 89 في الطائف. لا، لبنان موجود بدليل التراث اللبناني موجود من مئات السنين. الجغرافيا السياسية للبنان تغيرت، نعم، سنة 20 بعد الحرب الأولى، ولكن إذا حضرتك بتشوف من القبيات إلى بنت جبيل ومن بيروت إلى المصنع، تدخل في البيئة الاجتماعية، نحن عنا أساس اجتماعي واحد مع تعدد بالديانات، وما في مانع تعدد ببعض الثقافات. ناس انفتحوا أكثر على الأوروبيين، ناس انفتحوا على الشرق، هلأ اليوم في انفتاح على الصين مثلا وآسيا سبيل المثال. هذا ما بيعمل مشكلة بالداخل. المشكلة، خلينا نحكي المشكلة بالتحديد، وقت أي لبنان نريد سنطرح زيت الموضوع بعد، يعني في مشكلة على الوطن. لا، ما رح جاوبك أي وظيفة اللي على درج دار الفتوى بال 83 لبنان وطن نهائي، هيدي مش كلمة تقال. السني والشيعي والدرزي على درج دار الفتوى لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ونزلت العبارة بمقدمة الدستور وبالطائف. لا، بس ما عليك، مش هون المشكلة. هذا الأمر لم يكن مطروحا سابقا بهذا الحسم. مع التأكيد، وأنا عم مسؤوليتي بال 43 المسلمين والمسيحيين وقت اللي اتفقوا على الصيغة اللبنانية كان اتفاق حقيقي. المشكل عند المسلم والمسيحي مش عدم الإيمان بلبنان الوطن، عدم الإيمان بلبنان كنظام سياسي وكممارسة حكم. لا، في اختلاف كمان لدور هذا الوطن، يعني عندما السياسة الخارجية. نعم، عندما طرح الوزير السابق الراحل بيير الجميل أي لبنان نريد، كان الموضوع متعلق بدور لبنان الإقليمي وبالمطالبة الفلسطينية الإسلامية بمشاركة لبنان بالحروب ضد إسرائيل. واليوم مطروح أي لبنان نريد، بتتذكر معادلة هانوي أو هونغ كونغ. بترجيك هون ما ندخل السياسة الخارجية بتفاصيلها في الصيغة اللبنانية وكيان لبنان. بالجمهورية الفرنسية في كل مرحلة في خلاف على السياسة الخارجية بيحصل. لا بل تعرف حضرتك بالحرب العالمية الثانية انقسموا الفرنسيين إلى درجة التخوين: الألمان ذات الشيء، روسيا القيصرية، روسيا السوفيتية، كله كله. نحن ما انقسمنا لدرجة إلغاء لبنان،
في غلطتين ما بيبرروا طرح السؤال. لازم المسلم يعترف والمسيحي يعترف. غلطة المسلم أنه غلب النفوذ الفلسطيني على السيادة اللبنانية، وأنا قلتها وكتبتها مش من هلأ، من زمان، لأنه وقت الرئيس عبد الناصر قال له لقائد الجيش اللبناني المرحوم إميل البستاني أخده على جنب وقال له هذا الاتفاق، اتفاق القاهرة المقصود، يحمل خطرا على السيادة اللبنانية لأن النفوذ الفلسطيني قد يتمدد، أجل تنفيذ الاتفاق. لم يؤجل الجنرال البستاني، البعض يقول في أسباب رئيسية أو أسباب شخصية أو إلى آخره. مش قرار يعني، أنا الجنرال بستاني مش هو اللي وقع الاتفاق بالنهاية وصدق عليه بالبرلمان. مكلف البرلمان اللبناني أقره. عال أقره بعد التوقيع. التوقيع كان بينه بين رئيس الجمهورية. كيف يطلع منه لو كان توقيع نو كان بينه وبين رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس شرح له الله يرحمه. برجع لموضوع تاني، المسلمين وين غلطة الإسلامية، عفوا الغلطة المسيحية، قلنا انه قصة الفلسطينيين. الغلطة المسيحية انه انا عندي امتيازات خلقت بفترة معينة، ما افتنت يوما ما سيقوم المسلمون رافضين هذه الامتيازات. والعكس صحيح، لو قدر للمسلمين اليوم ان يحكموا لبنان على حساب المسيحيين ستقوم قائمة المسيحيين، وهذا شيء طبيعي. بس ما تغير عليك حرب تموز، شو بتعتبرها حضرتك؟ لا هلا فوتني، بدي ارجع للسؤال. الموضوع بدي ارجع للسؤال، اي لبنان نريد حضرتك اليوم؟ اي لبنان نريد اليوم؟ لبنان فريق الوطن متفق عليه، لو لم يكن كذلك الدور ما عليك الدور. لبنان هل عليه ان يحمل القضيه الاقليميه الدور وحده؟ تفصيل الدور يتبدل ويتغير. طالما عم تسال عن هيك قضايا، بدي اذكرك شو قال الشيخ بيير بحرب 67 للرئيس عبد الناصر باليوم الثاني للحرب: مستعد أن أرسل لكم 4000 مقاتل كتائب إلى جبهة السويس. في موجات كانت تجي على العالم العربي، أنا ما عم أحكي عن موجات، أنا عم أحكي عن تاريخ وجغرافيا، جغرافيا بشرية وجغرافيا سياسية. اللبنانيون ملتصقون بهذه الأرض. لا بس اليوم اللبنانيون ليسوا فئات طارئة على هذه الأرض، وما تجده اليوم من خلافات لم يكن موجودا قبل 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة. كنت تشوف تحالفات بين أبناء هذه الطائفة وأبناء تلك الطائفة في مواجهة تحالف من ذات المجموعتين الطائفيتين لكن بسياسة تانية، وهذا أمر بديهي. مشكلتنا بالنظام الطائفي اللي ركبوه على لبنان سنة 1860-1866، ومعروف يا قضية العثمانيين والدول الأوروبية، ومعروف الخط الهميوني وما أدراك، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لأنه إذا بنرجع قبل شوي بالإمارة المعنية والشهابية ما كان فيها الانقسامات الحادة اللي بدأت بالقرن 19 وظروفها معروفة. بتقلي حضرتك هل اختلف اللبنانيون على العروبة؟ خليني أخذها بهالهوية هاي. أنا بعتقد سنة 20 ما كانت محل خلاف. وقت نشأ بعض الأحزاب الطائفية من هنا وهناك، واحد متطرف برفض العروبة واحد متطرف بقبولها، علقنا بإشكال. والرئيس سلام صائب سلام له بهالمناسبة كلمة ذكرتها، وبعرف أنه حضرتك فيها لأنه حضرتك مطلع على هالوثائق، بقول ليه بتطلبوا من المسيحيين وقولوا نحن عرب؟ مثل واحد عم يطلب تأكيد المؤكد. يا عمي هاي من 200 سنة ومئات السنين موجودة، ما تطلبوها. وبالمقابل ما تطلب من المسلمين أن يكون لبناني أو المسلم يكون لبناني اللي عايش بلبنان. لذلك بدي أقول لك أي لبنان نريد، هاي إذا منضل نقولها وكأننا عم نقول لا وطن لنا، ويجب أن نصطنع وطن. الوطن موجود. أنا مشكلتي مع النظام السياسي في تفصيل النظام الطائفي تحديدا، أما أنظمة الحكم حدث ولا حرج. ما عليك آخر سؤال بهذا المحور قبل ما نروح، يعني من بعد الطائف وحضرتك تحكي أنه يجب تطوير النظام السياسي
شو هي صيغة المقبلة أو ممكن أنه تعيش في ظل أصبحت المذهبية سائدة بعد أكثر من أي وقت مضى. السؤال الأخير، بس ما بتفترض اليوم بقضية سياسة لبنان الدفاعية وبالتحديد خلينا نأخذ حرب تموز التي جرى الكلام حولها قد ما 2006، ما برأيك في خلاف جوهري بالنظرة إلى لبنان وكيفية أن تسود الأمور فيه؟ خلاف بالمعنى الوجودي لا، خلاف بالمعنى استراتيجي نعم، وهذا بنحل كان لو عنا دولة بنيت على أسس ما بتقول قوية واستراتيجية وعظيمة بالحد الأدنى، لو كان في ثقة عند اللبنانيين، عند اللبناني في جنوب لبنان إنه ما بفوت الإسرائيلي بياخده من بيته، وإنه مخفر الدرك بشبعة أو كفر شوبة بتسكر، وإنه المدرسة الرسمية في بنت جبال بتضل تشتغل، لو كانوا هو كلهم مأمنين، المواطن الجنوبي أو الشمالي أو بأي منطقة بلبنان بده دولته وبيعرف إنه مصيره وخلاصه مرتبط في دولته. نحن ربينا جيلنا وجيلك بعتقد على هذا النحو. إجت الحرب، مش كل شيء نتج عن الحرب الأهلية في لبنان أصبح هو خلاصة علمية بدنا نؤمن فيها. يعني أنا ما بؤمن بالبيروتين لألك بصراحة، لأنه المسيحيين بالمزرعة وراس بيروت والإنطاري والمصيدبة مش بس موجودين، هم أغلبية. أنا ما بؤمن هي سابقا، مش معناتها سابقا أنه من ألف سنة، لا، هذه جزء من حياتنا، من أجدادنا اللي عايشين، من أبائنا اللي عايشين. قضاء جزين مثلا دائما بحكي عنه أنا لأنه ننتمي إليه من خلال جدنا وأهلنا، ولا مرة نحن فكرنا بتقسيم وانقسامات وحروب أهلية وصراعات. وشوف بالتاريخ ما في دم. المشاكل وجدت بعامل خارجي وبنظام سياسي ضعيف هون. بدك تغير أول شيء الفئة الحاكمة. لا يعني برأيك بدك تغير هذه الفئة وبدها تستعفي وبدها تستغفر من ربها أولا ومن اللبنانيين ثانيا. بكفي بقى حكم هذا البلد، بكفي 10 سنين بلا موازنة، بكفي بلا قانون انتخاب. طيب ما هو ركنين أساسيين لأي نظام سياسي في العالم، لأي دولة في العالم حتى، مش بس نظام سياسي. هاو بيلغوا وجود الدولة إذا كانوا غير موجودين. مش معناتها نحن ما لازم نعمل دولة ونحن ما عندنا وطن ونحن ما بنحب لبنان ونحن ما لنا ملتصقين بلبنان الوطن. برجع بقول لك لبنان الوطن أكثر من هيك. لبنان وبلاد الشام كيف كانوا من 300 سنة أيام العثمانيين؟ ما كان التنقل الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي قائم بيسر وسهولة؟ ما حصل تزاوج؟ كان أراضي السلطنة، مش ابن الخطيب دولة واحدة، مش ابن الخطيب من شحيم كان رئيس وزارة بسوريا؟ مش فارس الخوري كان لبناني سوري وعمل رئيس وزارة بسوريا؟ إلى ما هنالك. يعني بدي أقوله شو معالم عليك ما الصيغة السياسية التي يجب أن تحكم لبنان بعد الطائف؟ شوف، إذا واحد تسأله بتقول له شو العلاج، بيقول لك أنت ليش ما طبقت الطائف أولا؟ شو بجاوبه أنا؟ ما تطبق الطائف ويمكن ما بيتطبق. إذا ما بيتطبق بدك تغيره، بس إذا بيتطبق ونحن ما طبقناه، وأنا هذا رأيي خصوصا بالجزء الكبير منه اللي بيتعلق بنظام الانتخابات وباستقلالية القضاء، نحن لازم نطبق هالموضوع. فورا بعطيك نقطتين أساسيتين. لا دولة مهما كان نظام السياسي بدون مفتاح هو استقلالية القضاء وقضاء فاعل لتأمين حقوق الناس والعيش حتى ولو بطريقة أولية بدائية. ما فينا نضل هون، ولادنا ما بيضلوا لا سمح الله إذا تهدد حكم القضاء وسادت شريعة الله. اثنين، قانون انتخاب نسبي. وقت تقول نسبية يعني بدها توسع الدائرة. البعض طرح دائرة الفردية وان مان وان فوت، هيدي بالبلد مثل لبنان فيها إشكالية مزدوجة. وتتصغر الدائرة كتير بصير تشتري الناس بالمال لواحد متمول كبير. بس فيك ما تصغر الدائرة،
الناحية الثانية لا عم أقول دائرة الفردية لا الصوت يعني واحد لناخب واحد فيك تعمل أي تقسيم لا أنا بقصد لا الدوائر 128 دائرة انطرحت دائرة الفردية سهل. دائرة الفردية فيها مشكلة مزدوجة المشكلة المالية حكيتها والمشكلة الطائفية إذا بدنا نضل بالنظام الطائفي إنه في نائب طائفي معين بيطلع من 1000 صوت وواحد تاني بيطلع ب 10000 صوت في حين النظام النسبي أهميته العظمى اللي لازم نضيء عليها ما بيجعل زعيم واحد لطائفي واحد والصوت واحد لناخب واحد هاي شو رأيك فيها لا زعيم واحد لطائفي واحد شو رأيك بصوت ناخب صوت واحد لناخب واحد صوت واحد لناخب واحد على مستوى كل لبنان بهذا لبنان محافظة قضاء كأنك عم تاخذ لبنان كله دائرة واحدة وبتقول أول 128 نائب ما في مانع تاخذ المسلمين والمسيحيين رجعت لذات الموضوع النسبية ما بتلغي لك الفراطة إذا جاز التعبير آسف لهالتعبير الهوامش بتجمعهم وبتعطيهم حصتهم أقرب شيء لقلنا النظام في إسرائيل بيقول لك إنه الحكومات بتهدد بتصير رخوة شوي 3-4 كتل ما نحن لبنان عم نحكي بتعدد ما هيك مش بس تعدد ديني يا عمي في تعدد فكري سياسي يمكن حضرتك مع الاشتراكية أنا مع النظام المختلط واحد مع الليبرالية الموسعة واحد مع الليبرالية الجديدة بالمذاهب الفنية نحن متعددين ما بيمنع نتمثل إذن قانون انتخاب زائد استقلالية القضاء قضايا التانية بتجي بعدين يعني هل حان شي معيب معليه مرق لي شغلة شي معيب بأي دولة بالعالم نميز بالتنمية بين منطقة ومنطقة وبين مواطن ومواطن انت هون عم تخلق احقاد نحن بغنى عنا تصفيه الطرقات نظافة البيئة مياه الشرب اقتصاد برأيك اجا وقت البحث في ما يسمى المؤتمر التأسيسي الجديد لا البحث اولا ماذا يمكن ان نطبق بسرعة من اتفاق الطائف ولماذا لم نطبقه النقطة الثانية اللي بدها تواجبه واذا ما صارت في مشكلة بلبنان نشوء مجتمع مدني مع اطروحاتنا كلها اللي بدها تبني مواطن لبناني ودولة لبنانية الدولة يعني انتظام عام مش يعني كل 5 سنين في هزة والمواطن اللبناني يعني مساواة أمام القانون يا أخي أنا بقولك بصراحة هذا بيحمل وجود المسيحي والشيعي والسني والدرزي كلنا أقليات بلبنان إذا بتاخده إذا بتاخد كل المشرق العربي في أقليات من نوع آخر بلبنان كلنا أقليات هذا التعدد اللي بيحكوا عنه ما بتلاحظ حضرتك انه عامل الخوف اللي موجود عند المسيحي او السني او الشيعي او الدرزي هو اللي عم يدفعه للحديث بالطائفية والتمسك بعض الامتيازات اذا صرنا مواطنين بحكم القانون انتفى هذا الخوف وبعطيك مثال على ذلك ايام الرئيس شهاب وقت طلع مجلس الخدمة المدنية ابن الجنوب او ابن عكار معه بكالوريا اسم تاني وبتعرف حضرتك كانت البكالوريا اسم تاني مزبوطة وامتحاناتها دقيقة صح وبتتذكر ايش كانت نسبة النجاح تحت 20% قول 30% كانوا يقدموا على مجلس الخدمة المدنية سحبنا هالصلاحيات من الوزراء اللي بيستضلوا بالطوائف اعطيناها لمجلس الخدمة المدنية شو عملت هاي عملت توعية وتنمية من عكار إلى بنت جبيل يوم ردوها سنة 90 اسلم تمك ليش شلينا دور مجلس الخدمة المدنية بعد الطائف ليه ضعفناه ورحنا نركب عليه الفئة الخامسة لازم تكون طائفية يعني الحجاب لا يا أخوان مش هيك الطائف ولا هيك الدستور في أمور اتفقنا عليها وهون الخلل الاجتماعي السياسي وقت اللي بتفق أنا وياك على ميثاق وطني وما بيتطبق وبنقعد نتبادل التهم أنت طبقته أنت خالفته أنا في نظري الكل
ارتكب معصية مخالفة اتفاق الطائف. خلينا نتوقف عليك مع فاصل إعلاني ونعود بعده لمتابعة هذه الحلقة والسؤال: هل لبنان معرض للتقسيم من ضمن ما يعد للمنطقة وما تقوم به المنطقة لنفسها أكثر من أنه حدا عم بيعدل إياه؟ وأيضا نتكلم بعض الشيء إذا بقلنا وقت سؤال مطروح عن دور الجامعة اللبنانية اللي بترأسها حضرتك، وبشكل خاص دور المثقف اللبناني والعربي في زمن تفاقم الأصولية. محطة وجيزة ونعود. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا معالي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عبدان السيد حسين. دكتور، في ظل هذا التشلع إذا بدنا نسميه بلبنان والقلق من المستقبل ما يمكن أن يحمل منطقة كمان على أبواب تشلع وتغيير الخرائط، أليس هناك من خشية على لبنان على الأقل وحدة أراضيه بالشكل القائم من سنة 20؟ سؤال أنا برأيي مطروح بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم. اللي بيعتبر لبنان قائم بذاته بدون ما يدرس الجيوبوليتيك المنطقة غلطانين علميا، ترك لي السياسة على جنب. عشان هيك وقت كنت عم تحكيني على الدور، ما في دولة بالعالم لا تتفاعل مع بسموه الإتا ريجيونال لا ريجيون. شو في عنا محيط نحن اليوم؟ في تمزق بالبلاد العربية من كل بد، السودان قسم، الصومال انتهى وما بطل حدا يحكي فيه، ليبيا في خطر على الوجود، اليمن، العراق، سوريا. لبنان بالتاريخ كله، بالجيوبوليتيك كله، بالتاريخ البشري، متى كان ينفصل عن بلاد الشام؟ بالمؤثرات، تأثر وتأثير. وإلا كل علم الجغرافيا السياسية علم خاطئ. لذلك التأثر فينا واقع، نعم واقع، بمعنى أن لبنان لن يستقر استقرار كما نحلم نحن اللبنانيون إلا باستقرار سوريا. بس إذا تشلعت سوريا شو بصير بلبنان؟ هناك خطر على لبنان. تمزق سوريا أو تقسيمها يعني مزيد من النازحين والفقراء المعدمين. المناحة بيخدون الأوروبية إن شاء الله، ومشكلة أمنية على الحدود، حدود لبنانية السورية. نحن مش كفينا إسرائيل تحت، عندنا مشكلة أمنية على الحدود. أولا مظلة الأمن العربي راحت، يعني في ناس بيسألوا أحيانا بدون ما يقروا التاريخ العربي المعاصر اللي حضرتك مهتم فيه، شو عمل جمال عبد الناصر؟ عمل كتير لبلده، بس عمل شيء مهم كتير للمنطقة العربية، مظلة الأمن العربي. ما كان يقبل ان السودان ينقسم، بس ما كان هذا تدخل بالشؤون الداخليه للدول. حلو كثير السؤال. منهم باليمن مثلا؟ انا هلا ما بتعتبر انه باليمن؟ انا هلا بدي جامعه عربيه تتدخل لمنع تقسيم سوريا والعراق. بحسب رؤيه مين؟ بدي انا تدخل يعني لحمايه النظام ام لتغيير النظام؟ لا، للحفاظ على الوحده الوطنيه. ما هي ذات السؤال، ما هون السؤال معني وحده الدوله. يعني عندما تطلب من، اعتبر جامعه الدول العربيه اليوم، شوف، لو بدها تقوم بالدور اللي عم بتصير فيه، اي حرب اهليه تحصل معليك اليوم من ميثاق الجامعه وتدخلت الجامعه عندنا بفتنه 58. لا معليك، بس اليوم تدخلت ونجحت الجامعه ب 58. هلا اذا دخلت اليوم الجامعه بظل الاصطفافات القائمه، ايه تعني امر واحد،
إزالة بشار هلأ الأسد. ما فيها تتدخل لأنه هلأ ما بقى في جامعة. مظبوط، حضرتك عم تطلب دور يا أستاذ، إذا قررت تتدخل يعني ما هو صار فينا هيك لأنه سقطت مظلة الأمن العربي. أنا ماشي معك بالتحليل، عشان هيك قلت لك أهمية والتدخل في اليمن قسم اليمن. أي تدخل باليمن؟ تدخل اليمن تبقى من الرئيس عبد الناصر، تدخل اليمن وحدها بعدين برجعت تقسمت. تقسمت مش بسبب تدخل عبد الناصر، ما طلع الجيش المصري من اليمن، لا بس خلقت المنطقة الاشتراكية. لا 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 لا، هذا الشيء اللي عم تحكيه أنت كان له عوامل، العلاقة ببريطانيا عندما خرجت من الخليج، العلاقة بالدور السعودي بأدوار الدول العربية، الدور السوفيتي مع مين إجا، المظلة الأمن العربي التي أعنيها أن يكون هناك خطوط حمراء، أولها تدخل لمنع الحروب الأهلية. الحروب الأهلية إذا بتشوفها بالخريطة العربية بدأت بالسبعينات في لبنان، في الصحراء الغربية، في اليمن أشرت لبعض، في الصومال، في الخليج بدأت بعض التحركات، اتفاقمت بعد كام ديفيد 1978، وصلت لذروة في بعد احتلال العراق، حرب الخليج الثانية 90-91، حرب الخليج الثالثة 2003، انهار كل ما بقي من فكرة الأمن العربي اللي لبنان مشارك فيه ومعه. برجع بقول لك الثوابت مش كل مرة فينا نهزها، إن كان حزب يميني ولا يساري، مسلم أو مسيحي، الثوابت ما فينا نهزها، ولكن نحن ما عندنا ثوابت بسياستنا اللبنانية لا بالداخل ولا بالخارج، وهذا غلط. يعني من ثوابت، برجع بجاوبك على ذات السؤال، من الثوابت عندنا اللي لازم تكون بسياستنا، أنا لا أستورد النزاعات الآتية من الخارج. حضرتكم مرقتوا شيء عن المؤتمر اللي انعقد في الأزهر مؤخرا، حضروا مسلمين ومسيحيين، مسلمين من كل المذاهب، هذا موضوع مهم. صحيح نحن بنطمح انه الازهر يعطي اكثر من هيك، ولكن الازهر قال كلام حول الدولة المدنية وقال رفض الميليشيات المسلحة داخل كل دولة اللي عم تتقتل بعضها، وعطوا مجال للجيوش الدول ان تكون فاعلة وتكون هي بتحسم الامور. لذلك كل مراهنة على اضعاف جيشنا في هالمرحلة أكثر من خطيئة، سميها خيانة سميها. الوقت عم يدهمنا، خلينا نفتح المحور الثالث، محور المثقف والجامعة في زمن الأصوليات، نربطهم ببعضهم الثاني والثالث. دور المثقف في مواجهة هذا المشروع التقسيمي، دور المثقف وطنيا. قديش قدرت بالجامعة اللبنانية اليوم تعمل وعندك هيدا الرؤية والإصرار من قبل ما تتعين رئيس، وهلأ من بعد ما تعينت من 3 سنين قدرت تشيل الطابع الحزبي والفئوي عن أنا ما بدي شيل الطابع الحزبي، بس أنا بدي أقول يا طالب الجامعة اللبنانية بل الأساتذة في الجامعة اللبنانية، كونوا كما تشاءون في انتماءاتكم السياسية، لكن ولاءكم للبنان الوطن ولبنان الدولة. نحن مؤسسة عامة تابعة للدولة اللبنانية، نحن لسنا جامعة طائفية دكتور، ما في ناس جامعة ما تعينوا مناطق. بالتعيينات الأخيرة الفضفاضة دخلتني، لا لا دخلتني بترجع لأنه ما عندهم قوة سياسية دعمتهم. أول شيء مش أنا اللي دخلت، الحكومة دخلت، ثانيا كل واحد دخلته الحكومة خضع بملفه لدراسة تفصيلية، وأنا مش مضطر إجي زيع الأسماء عندك مين أخذنا ومين ما أخذنا. القانون بيعطينا كمؤسسة عامة، بيعطي لرئيس الجامعة، وصار عندنا مجلس جامعة الحمد لله، صلاحية قبول هذا الطلب أو رفض ذاك الطلب، كله بيخضع للقانون، وأي واحد رفض فيه روح على شورى الدولة بحسن وضعه. ما بدي أدخل بهالتفصيل، جاوبتك عليه. ما لقطوش السياسيين أكثر وأكثر؟ السياسيين السياسيين ما راح يشيلوا إيدهم عن أي شيء، بس نحن بالجامعة رئيس ومجلس جامعة يعني عمدة وممثلي أساتذة، شو واجباتهم يعملوا؟ نحن أول شيء عملناه أنه أوجدنا شخصية وطنية للجامعة في الكلية الواحدة، الفروع بتتخرج مع بعضها وبتلتقي مع بعضها وبتتبادل الأساتذة مع بعضها.
نحن أوجدنا يوم وطني للجامعة اللبنانية، نحن أوجدنا تعاون إضافي بين الجامعة اللبنانية والجيش اللبناني، نحن حمينا المجمعات الجامعية من التدخلات الأمنية الخطيرة. نحن وقت كانت طرابلس تنتهك أمنيا كان التدريس ماشي عنا بأيام اللي قادرين نوصل فيها. ما اشتبكوا تبان وجبل محسن داخل الجامعة اللبنانية، نحمد ربنا. نحن وقت حصلت مشاكل الصيدا بقيت الجامعة آمنة. نحن مجمع الحدث أكبر تجمع بشري في الجمهورية اللبنانية، في برودوي شيميك وفي مختبرات دفع حق الشعب اللبناني، نحميها. وبنشكر الجيش اللي عم يتعاون معنا وعم يتعاون مع كل مسؤول قسم ومع كل حاجب واقف تقوم بدوره بالجامعة اللبنانية. أنا مش عم أحكي عن جامعة موجودة بالزون واحد براس بيروت أو موجودة بالأشرفية، عن 49 فرع ممتدين من حلبة وطرابلس لتوصل النبطية الصيدا بنت جبيل، ومن بيروت الكبرى يعني الروضة وسن الفيل والفنار تتوصل لزحلة. هاي الجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية وتحكي ب 72 أو 74 ألف طالب و 5000 أستاذ و 3000 موظف هولي. وفيك تسأل حضرتك إنه صحيح مشاكل البلد لا يختصر في سنة أو سنتين لا بالعرض ولا بالحل، ولكن إيه في أنا بفتخر أقول أنا وزملاء اللي ساعدونا وكتر خيرهم كلهم، نحن أملنا نفحة وطنية إرادة وطنية في الجامعة اللبنانية. نحن هاي الكتب اللي بنكتبها والأبحاث اللي بنعملها بنخضعها للتدقيق العلمي وبتتناقش عنا بالجامعة اللبنانية. وأنا فاخر إنه في عندي ناس بالجامعة اللبنانية مؤمنين بهذا البلد على فكرة من كل الطوائف. وعلى مستوى محاربة التطرف، التطرف الحمد لله حتى الآن ظواهر جد محدودة أقل من أصابع اليد برز عنا في الشمال أو البقاع. غير بقلب الجامعة دورة على مستوى التغيير بالمجتمع. تغيير بالمجتمع. نحن عنا علاقاتنا مع مجتمع مدني، اليوم وقعنا اتفاق مثلا سائبة اليوم قبل ما اجي لعندك مع نقابة المحامين. نقابة المحامين نقابة عريقة في لبنان حول التعاون في إطار أكاديمي وفي إطار وطني. نحن فتحنا على بعض المؤسسات بالقطاع العام وبالقطاع الخاص واشتغلنا معهم في عملية تنموية شاملة. نحن هلأ عم نروح على المدارس ما قبل الجامعة في المرحلة الثانوية عم نحكيهم عن الجامعة اللبنانية بدوريها الأكاديمي والوطني. أنا ما بقبل أن تظلم الجامعة اللبنانية وأن تنتهك ببعض الافتراءات بالمستوى الأكاديمي، لأنه نحن أخذين شهاداتنا بطلابنا اللي عم يروحوا على فرنسا من أعرق الجامعات في أمريكا الشمالية وفي فرنسا. ونحن هلأ رايحين لآسيا ورحنا صرنا عم ندرس صيني وعم ندرس روسي، فاتحين على مجالات متعددة. نحن آخر اكتشاف آخر براءة اختراع للدكتور بايدون في فرنسا مع تلميذه سليم حمادي في نانو تكنولوجي بالترانزستور اللي عممت في فرنسا وتبنتها الجمهورية الفرنسية في مجال التصنيع. لا نحن ماشيين يا سيدي، عنا أوجاعنا. أنا حاكي معك كتير قبل هالمرة بأوجاعنا أكثر من أن تحصى، ولكن في إرادة بتمثلها الجامعة اللبنانية، وأنا بقول لك في تعاون مع الجامعات العريقة مستمرين فيها. ما عليك، سنتابع إن شاء الله بحلقات مقبلة. شكرا. المزيد من التطرق لأوضاع الجامعة اللبنانية. خلينا نشكرك على حضورك معنا اليوم. أنا بدي أشكرك أنه فسحت لي مجال نحكي بقضايا استراتيجية دون أن ندخل في أمور متعبة حل لا يكون إلا بالعودة للأسس اللي أشرت إلى حضرتك. أهلا بك معاليك. مشاهدينا شكر لكم للمتابعة، وتذكير أن الأخبار يمكن أن تجدونها على mtv.com.lb وعلى تويتر وفيسبوك. شكرا للمتابعة.